الوطن، كل الوطن أو الشهادة للقمة للقاعدة، للقمة للقاعدة، للقمة للقاعدة، كل الوطن، كل الوطن، كل الوطن، لا استقرار قبل العودة، لا استقرار قبل العودة، كل الوطن، كل الوطن، كل الوطن، عاشت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عاشت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عاشت، عاش الشعب الصحراوي، عاش الشعب الصحراوي، عاش، عاش الجيش الصحراوي البطل، عاش البواسل، عاش الجيش الصحراوي البطل، عاشت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عاشت جبهة البوليساريو، عاشت جبهة البوليساريو، تسقط المملكة المغربية، فلتسقط، أو الشهادة، أو الشهادة، لا سلام قبل العودة، لا استقرار قبل العودة. عن تقرير المصير، أبدين، عن تقرير المصير، أبدين، 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 أبدين. هذا الإجلال والتكبير للطفل الصحراوي والأم الصحراوية التي تحمل حضورها رغم الأحوال الجوية القاسية، ولكن كان الحضور داعم كما هي المرأة الصحراوية دائما موجودة في المخيمات، كان عيون إلى المهجر والشتات الصحراوي. حياكم الله وبارك الله فيكم. كل الوطن، كل الوطن، تحية لكم، وكلنا فخر بوجود هذه الأطفال، هذه النساء، هذه الشباب، هذه الجيشة، كل الجيشة، ألف الاتحاد الأوروبي أمام المفوضية الأوروبية لإقناع صوت الشعب الصحراوي عدد ليس بالقليل من النشطاء الصحراويين في السجون وفي الإقامة الجبلية التي تخالف الأعراف الدولية. حياكم الله. أو الشهادة، أو الشهادة، في منطقة القرقرات والهجوم على المتظاهرين المدنيين
في هذه المنطقة العاجلة، حيث تحضر جميع الأعمال العسكرية وذلك بموجب الاتفاق العسكري رقم 1. كون مجلس الأمن لم يتخذ تدابير ملموسة لمواجهة العواقب الوخيمة لانتهاك المغرب بوقت إطلاق النار وعدوانه الجديد على الأراضي الصحراوية المحررة، وكذلك أعماله غير القانونية في الصحراء الغربية المحتلة، فإن ذلك لا يقوض فقط عملية السلام ولكن أيضا يترك الباب مفتوحا لتصعيد دائرة الحرب. منذ عودة الحرب تدهور بسرعة وضع السكان الصحراويين بسبب القمع واسع النطاق الذي تمارسه جميع أنواع قوات الاحتلال المغربي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية المغلقة بشكل ممنهج أمام الصحافة والمراقبين الدوليين. حالة الناشطة السلطانة إبراهيم خية وعائلتها هي أكثر الأمثال المؤلمة، كما أن جائحة كوفيد والتدابير المتخذة تساعد على إخفاء حقيقة أن هؤلاء السكان المدنيين أصبحوا الآن رهائن تحت الحصار. لا توجد حرية للتنقل أو التعبير أو تكوين الجمعيات. فالسكان الصحراويون فقراء قسرا وضحايا لنظام الفصل العنصري الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. لمواجهة هذا الوضع فإن التدخل الفوري للجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أصبح أمرا ملحا. تستمر بعثة مينورسو بين قوسين بعثة الأمم المتحدة لاستفتاء الصحراء الغربية في عملها هناك، لكنها للأسف لم تتمكن من حماية المدنيين أو من منع الجيش المغربي من بناء جدار فصل عسكري جديد بطول 50 كيلومتر، وزرق آلاف من الأرقام الأرضية في منطقة جلجلات التي تخضع لإدارة الأمم المتحدة. من التوسع والعدوان المغربي الهادف إلى تغيير الحدود المعترف بها دوليا هو سبب الحرب وعدم الاستقرار في منطقه شمال غرب افريقيا، واستخدام ثغره جرجرات غير شرعيه لنهب الثروات الطبيعيه للصحراء الغربيه وتسهيل دخول كميات كبيره من المخدرات الى السوق الافريقيه، مما يعرض شبابها لاثار استهلاكاتها المدمره. فهو لا يضر فقط بتنميه افريقيا ولكن ايضا لبناء وتكامل المنطقة المغاربية بمثل طرق التهريب. تمثل طرق التهريب هذه أيضا خطرا على أوروبا، ناهيك عن ابتزازها بالإرهاب وبالهجرة غير الشرعية. من خلال هذه الوقفة نلفت انتباه البرلمانيين الأوروبيين ليفهموا بأنفسهم حقيقة السلب والقمع والتغيير الديموغرافي والاستيطان الذي يحدث في الصحراء الغربية. كما ندين تواطؤ مفوضية الأمم المتحدة للاتحاد الأوروبي التي صدقت على اتفاقيات تجارية تشمل الصحراء الغربية بشكل غير قانوني من خلال التفاوض فقط مع المغرب الذي يتجاهل مصالح ورغبات شعبنا. تلك الاتفاقيات التجارية التي لن تؤدي إلا إلى تعزيز تسليح المغرب وزيادة تهميشنا وإطالة معاناة شعبنا من أجل إرضاء قوة احتلال غير شرعي مقابل دعم أجندة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة أو مصالح أخرى. ونحن نخلد الذكرى 48 لتأسيس البوليساريو في 10 مايو، وإندلاع الكفاح المسلح ضد الاستعمار الإسباني في 20 مايو 1973. إنه لا يسعدنا أن نستحضر ونثمن تضحيات شهدائنا الأبرار ونحيي مقاتلي جيش التحرير الشعب الصحراوي الذي لا يزال متمسكا أكثر من أي وقت مضى باستعادة حريته واستقلاله بكل الوسائل المشروعة. وبهذه المناسبة نعلن تضامننا مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية وجميع زمائرنا في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وكل من يعانون من الاحتلال والتمييز العنصري. كل
ونختم في 21 من مايو 2021. شكرا.